شوفوا يعني احنا كنتواجدوا في حي سيدي عبيد باش نديروا اشكالنا النضاليه السلميه الراقيه كما عهدناها منذ 7 أشهر، ولكن للاسف يعني اليوم كاين واحد القمع واضح من طرف القوات، ما خلاوش الناس يلتحقوا بنا هنا في حي سيدي عبيد. المطالب ديالنا يعني حاليا المطلب الاني للريف هو انه اطلاق سراح جميع المختطفين ثم تحقيق ملفنا الحقوقي، وملفنا الحقوقي هو عباره عن حقوق كونيه، الحق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في العمل. ديالنا الاساسي اللي يعني قهرنا 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 من تقهرنا منه هو رفع العسكر عن المنطقه. كيف يعقل يعني احنا ولاد المغرب ولا احنا مدينه مغربيه كنلقاو انه كنحسوا براسنا في مدينه محتله، العسكره بزاف كيحقرونا.